معاوية كما قلت وصل إلى السلطة في وسط غير إسلامي وغير عربي بالوقت نفسه، وسط اللغة الإغريقية، العقيدة المسيحية، التقاليد بيزنطية، كل شيء غريب. وأضاف إليه بعد ذلك عدد من اليهود، لا سيما كعب الأحبار أو كعب ابن ماتة. لا، نحن نكرر دوما ما قالته العرب: السلطان سوق. طالما هو سوق لغير الشريعة، سوق بأن يكون الدين وسيلة وليس قانون، سوق لأصعاليك، سوق للملك الذي سيورث للابن على الرغم من آناف الجميع، سوق لردة مدروسة تمام الدراسة على الإسلام، طبق هو بداياتها وابنه يزيد أكمل التطبيق في كربلاء والحرة وحصار مكة. هذه الإيديولوجيا وهذا الوضع ينبغي أن نتعامل معه لدى دراستنا لمعاوية ولما فعله. أنا أعرف من خلال العمل الجامعي، عندما يكتب الإنسان بحثا مفصلا يجمله بخاتمة على أساس أن التاريخ خبر ورؤية، وفي الخاتمة يطرح الرؤية وتكون أطروحة. وهنا ينبغي أن تكون المعايير الشريعة، الأخلاق، القيم عند العرب وعند المسلمين وعند سواهم. نطبق هذا كله على معاوية نجده ولا شرط من الشروط الأخلاقية تنطبق عليه. وعندما قيل شعرة معاوية، في الحقيقة هو لم يستخدم الشعرة، أين استخدمها؟ عندما شتم النبي صلى الله عليه وسلم بشتم آل البيت وعلى رأسهم الإمام علي كرم الله وجهه،